ينضم إلي عبر الهاتف السيد عبد الملك المدني الناطق باسم الإعلام الحربي لعملية بركان الغضب. سيد عبد الملك، أرحب بك في هذه النشرة. مرحبتين بك وبكل مشاهدي قناة التوضح. نعم سيد عبد الملك، بداية لو تحدثنا عن آخر التطورات الميدانية لهذا اليوم. نعم طبعا، اليوم الخميس عززت قواتنا الباسلة من تمركزاتها في محور علي يرموك، تحديدا في معسكر يرموك، عندما طاردت ميليشيات مجرم الحرب حفتر ومرتزقته في محيط المعسكر وكبدته خسائر فادحة في العتاد والأياد. فيما استمرت المدفعية الثقيلة استهداف عدة تمركزات لميليشيات مجرم الحرب في محور وادي الربيع وأيضا محور عين زارة. أما بالنسبة لمحور الخلطات شهد اشتباكات متقطعة بين الحين والآخر. نعم، ماذا عن حصيلة الخسائر في صفوف ميليشيات حفتر سواء البشرية أو المادية؟ نعم طبعا، بالنسبة لخسائر هذه الميليشيات المنقلبة على الشرعية كانت بالأكثرية في محور اليرموك عندما قامت قواتها باستدراجهم بمحيط المعسكر وكبدتهم خسائر طبعا في الأرواح. ليس لدي العدد الأكيد في خسائرهم لأنه بالعادة هم لا يعلنون عن عدد قتلاهم. طبعا أيضا أؤكد لكم عبر قناتكم الموقرة بأن جرائم مجرم الحرب استمرت حتى هذا اليوم عندما استهدف صباح اليوم مستشفى الميداني بوادي الربيع، مما نتج عن أضرار واسعة وأيضا إصابة سيارات الإسعاف وأيضا سيارات الأطقم الطبية، وأيضا سجلت هذه الضربة إصابة أحد سائقي الإسعاف فوزي القايد، أسأل الله أن يشفيه ويعافيه. طبعا هذا الاستمرار كان طبعا هذا الاستهداف كان استمرارا لاستهدافه ليلة الأمس على المستشفى الميداني بمحور علي يرموك. نعم سيد عبد المالك، يعني هل تم اتخاذ إجراءات أمنية لحماية المستشفيات الميدانية؟ نعم طبعا، المستشفيات الميدانية هي خلف خطوط محاول القتال. هذه المستشفيات الميدانية كما يعلم الكل لا تقدم المساعدة أو الخدمات للمقاتلين فقط، بل هي تقدم الخدمات لكافة المواطنين المتواجدين في بؤر التوتر وفي مناطق الاشتباكات. طبعا هذا المجرم لا يفرق بين شيء، هو استهدف منزل في منطقة السرناج، منزل مدني بعيد عن التواجد العسكري وبعيد عن محاور القتال. طبعا هذه الجرائم ليس غريبة عليه، هو يريد أن يفعل أي شيء من أجل أن يشعر أهل العاصمة بأن هذا المجرم متواجد داخل العاصمة. نعم نعم، شكرا لك سيد عبد الملك المدني الناطق باسم الإعلام الحربي لعملية بركان الغضب، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا.